وللحديث عن جلسة اللجنة الدستورية التي رعتها الأمم المتحدة بين وفدي المعارضة والنظام السوري ومآلات الأوضاع مع استمرار مطالبات السوريين بإسقاط النظام، معنا من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار، ينضم إلينا عبر سكايب. أهلا بك معنا أستاذ ياسر. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ ياسر، ما هو الجديد اليوم مع الجولة السادسة للجنة الدستورية بعد جولات أقل ما قال عنها المشاركون فيها إنها لم تؤدي الغرض المناط بها؟ يعني بداية من حيث المنهجية في المتبع من خلال اللجنة الدستورية، هي منهجية لكتابة الدستور كما هو من المفترض، مسودة الدستور. حتى هذه اللحظة سنتان مرت، لم يكتب حتى الآن سطر واحد في ما يعرف بمسودة الدستور التي من المفترض تقنيا أن تعرض على لجنة موسعة ومن ثم تعرض على الاستفتاء بعد أن يكون هناك حقيقة يعني حالة آمنة تسمح للمواطن السوري بالاستفتاء على مثل هذا الدستور. المشكلة التي يعني نعاني منها الآن أو يعاني منها الشعب السوري الآن هو التفريط في القضية التفاوضية. بدأت القضية حول مفاوضات بما يعرف بحل سياسي ترعى من قبل الأمم المتحدة، أتكلم عن مسار جنيف. حاولت روسيا وبطريقة المكر أن ومن خلال مؤتمر سوتشي أن تفرغ هذا المحتوى للانطلاق بمحتوى جديد وهو ما يعرف بمحور اللجنة الدستورية. لم يكن بيوم من الأيام التفاهمات حول كتابة الدستور للشعب هو قضية تفاوضية. كتابة الدستور له مناط قانوني، لا يوجد الآن مثل هذا المناط في الوضع السوري. لا يمكن أن يكتب دستور وهو غارق حتى هذه اللحظة في عمليات عسكرية، وحتى هذه اللحظة الراعي الأساسي وهو الروس يقومون بعمليات قصف جوي لمناطق مدنية أو مأهولة بالمدنيين. إذن لا الظروف تسمح ولا المخرجات هي بدائل حقيقية لقضية التفاوض التي من المفترض أن المجتمع الدولي مسؤول للوصول بسوريا إلى حل سياسي يرضي الشعب السوري ويكون مرضي عنه على حسب القوانين الدولية. نعم، ألا ترى سيد ياسر يعني أنه هناك تماهٍ من قبل الأمم المتحدة مع النظام السوري، خاصة أنه يعني قام بانتخابات وصفت بأنها غير شرعية، وكأنه يعني وضع الأمم المتحدة أمام الأمر الواقع؟ فعلا النظام يستثمر حالة الضعف والهوان لدى الإرادة الدولية وعدم القرار بإيجاد أو المساعدة بإيجاد والقيام بالالتزامات لإيجاد حل سياسي حقيقي شامل في سوريا. النظام يستمتع بحال أفول الولايات المتحدة الأمريكية وتصريحاتها على أنها يعني تريد تغيير سلوك النظام، هذا من جانب. من جانب آخر يرى النظام حقيقة أن الدول الغربية والمجتمع الغربي غير مهتم وغير مكترث بالضغط عليه من أجل الوصول إلى حل سياسي. نحن نتكلم عن 11 سنة، حتى هذه اللحظة لا يوجد أي مسار حقيقي للتفاوض، وحتى هذا المسار المرعي من قبل ما يعرف بروسيا ومؤتمر سوتشي، ما يعرف باللجنة الدستورية، حتى هذا المسار خلال سنتين كما ذكرت في بداية المقال لم يتقدم بسطر واحد. إذن بالنتيجة النظام يستثمر أفول وعدم وجود إرادة دولية لإنصاف الشعب السوري وحل القضية في سوريا، وروسيا تستثمر أيضا بأن تكون هي راعية وتبرز دورها على أنها هي الوحيدة المتحكمة بالملف السوري، في حين أن الدول الغربية تقف متفرجة. وما يعزيها أن هناك مسار يسمى مسار اللجنة الدستورية يقوم بإملاء هذا الفراغ. نعم، يعني إذن ما الذي سيردع النظام ويجعله جديا في التعاطي مع يعني هذه الجولات، خاصة أن يعني لاحظنا أن المعارضة تعول فعليا على هذه الجولات؟ يعني بداية الذي سيردع النظام بشكل حقيقي هو عدم قدرة النظام بالاستمرار بطريقة الإنعاش التي يقوم بها الآن في الواقع السوري. النظام في سوريا ولا الدول التي تحتل سوريا تستطيع أن تبقى على هذا الوضع بدون دفق للأموال وفك الحصار، حالة الحصار، ومشروع إعادة يعني إعمار سوريا. لذلك ما يراهن عليه وخصوصا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على أنها تمسك بحنفية أو سكر الذي سيسمح بمشاريع إعادة الإعمار. ولكن الحقيقة الوقت لا يعني الولايات المتحدة الأمريكية بشيء، وأيضا بالنسبة للروس هم يتفاوضون ويضغطون باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لتفرج عن الأموال المخصوصة بإعادة الإعمار، ولكن كل ذلك يكون على حساب الدم
الشعب السوري وحالة عدم الاستقرار، الأمر الذي سيشكل يعني منطقة خصبة لقيام عمليات إرهابية، وبالتالي منطقة ستكون تنعكس بشكل سلبي على الدول الإقليمية وعلى الأمن والسلم الدوليين. لذلك أنا بتصوري لا الشعب السوري يحتمل ولا العالم يحتمل أن تتحول سوريا إلى حالة دولة فاشلة كما وصلت إليه، ولا يمكن أن يبقى الواقع في حالة فساد وحالة إنهاك وحالة مجال خصب للتنظيمات الإرهابية المرعية سواء من قبل إيران أو من قبل تنظيمات إرهابية متطرفة. نعم. إذا أردنا الحديث هنا عن موضوع المعارضة، ما الذي تملكه المعارضة السورية من أوراق ضغط للذهاب بهذا الاتجاه باتجاه الجولة السادسة؟ هناك مشكلة حقيقية لدى المعارضة السورية المتمثلة الآن بالمؤسسات المعارضة. أولا هي لا تصارح الشعب السوري بحقيقة فشلها وعدم قدرتها على التقدم بأي مسار، بل على العكس تدلس وتقدم رسائل على أن هناك تفاؤل أو جو من التفاؤل، هذا من جانب. من جانب آخر حتى هذه المعارضة لديها مشكلة حقيقية على مستوى التكنوقراط، ليس لديها مبادرات. يعني منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة تنتظر المعارضة السورية مشاريع تقدم من قبل الأمم المتحدة، من قبل الجامعة العربية أو من قبل أي دولة فاعلة في الملف السوري، ولكن لم تتقدم المعارضة السورية حتى هذه اللحظة بأي مبادرة حقيقية لأجل الحل. هذا شأنها وشأن النظام الذي يعني جعل كلاهما الآن غير فاعل في قضية الحل في الملف السوري. أنا بتصوري السوريين في الداخل فيما إذا انتفضوا حقيقة على هذا الوضع الغير مناسب من المعارضة وهذا الوضع الغير مناسب على المستوى الأمني، وإبراز قادة يكون لديهم رسائل سياسية، يمكن أن يكون هناك مسار حقيقي وفعل لإنصاف الثورة السورية. هل فعلا يمكن وجود هكذا مسار في ظل هذه التدخلات والتشعبات الدولية؟ يعني بمعنى آخر، هل بات الملف السوري الآن بيد السوريين أنفسهم، أم أن الأمر يعني بات بيد الدول الإقليمية والدولية؟ المشكلة أن حتى هذه الدول لا تملك طريقة للحل، يعني هي تدير المعركة في سوريا، هي تدير الأزمة في سوريا، ولكنها لا تقدم أيضا أي إنجاز أو تقدم على طريق الحل. حتى روسيا نفسها التي ادعت أنها خلال 3 أو 4 أشهر يمكن أن تنهي الملف في سوريا، أصبح لها الآن تجاوزت 6 سنوات وهي لا تزال تدور في نفس المكان. أنا بتصوري داعش التي ادعت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قضت عليها، لا نزال نسمع الأخبار أنها تسيطر على أماكن هنا وأماكن هناك. إذن الملف السوري يدار ولا يحل. إذن يجب أن تكون هناك إرادة حقيقية للحل. بتصوري المجتمع الدولي ساهي وملتهي عن الملف السوري لقضايا إقليمية أهم يراها بشكل أن الحل سيكون شامل على مستوى الإقليم وليس على مستوى سوريا بالذات، ولكن بتصوري المعارضة السورية والثوار في سوريا يجب أن يكون لديهم رسائل حقيقية ولديهم مبادرات كما ذكرت تساهم على الأقل بإبراز حقيقة أن هذه الدول لا تقوم بالواجبات المنوطة بها وأن تدخلاتها العسكرية لا تقدم أي شيء إيجابي باتجاه الشعب السوري. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري الأستاذ ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.